Entre ma quatre chauffe-eau. Entre ma quatre chauffe-eau. Je m'en amène le marda. Hawa kay mout hena. جاجية على جميع المرضى ديال كوفيد 19 بقات غير في الكمامة وبقات غير في عندك تخرج للشارع ديال الحجر الصحي ولكن هنا في لوبيتال رحنا في معتقل ها هما النساء كلهم باغيين يخرجوا بحالهم واخا بمرضهم لان ما كاين لا طبيب جا عندنا ما كاين لا لي زانفيرميير الدواء راه حنا كنشربوه سوا يقتلنا ولا يخلينا عطاونا الكرولوكين خذوا سوا تموت سوا تعيش ما عندهم غرض يعني السم كيقتل السم وانت راك تما ها هما الناس هنايا كيموتوا بدون طبيب جا عندك الطبيب سيدي ما جاش عندك الطبيب الحمد لله ها هما بشهاده الجميع جا عندكم الشباب شي طبيب زاركم الطبيب هذه اسبوعين ما عمرهم شافوا الطبيب ها هو سين انسان مسين احنا كنضيعوا هنايا ها هو كيموت ابي العزيز ها هو مسكين وراحنا كنموتوا الدواء ما جا ما كيعطيونا نشربوا الدواء هكاك عشوائيا قالك شرب لك بالسيف الكرولوكين ها انتوما ها انتوما ها ميمتي هنايا ها هما الاخوات ها هما اختي جاكم الطبيب زاركم الطبيب ما شفتوش الطبيب هادي 9 ايام ما شفتش الطبيب الحمد لله بشهادة الجميع هذا المسؤولين خصهم يدوزوا على ارض الواقع ها انتم ها انت شوف اختي جا عندك الطبيب هاد اسبوعين ما جاش الطبيب والو ها وفينا مرض الشدام يعني هاد الكورونا ما غاديش تجي المسؤولين اللي هاربين منينا ها جا عندك المهم الطبيب ها انت جا عندك الطبيب اختي ها انتم شوفوا بشهادة الجميع ها انتم هانتوما شوف حنا كنضيعو جا عندك مهمتي الطبيب ما جاش عندك اخيتي جا عندك الطبيب اخيتي ها هما كلشي بشهادة الجميع ما جاش الطبيب لمدة اسبوعين وحنا مرميين هنايا هانتوما الناس كلها مساكن مرض كلشي حنا صحاب كوفيد 19 ها هانتوما ايوا صوري هذاك صوري هذاك السيكيريتي ديالهم كله هذا السيكيريتي ديالهم هذا السيكيريتي ديالهم هذا هذا يعني من اصحاب المصلحة وما مسوقولوش يعني باك صاحبي ها جا ما عندك حد ما جا عندك بو طبيب وكان كل الخبز السوق حنا واقيل الخبز السوق ها لا مراقبه شحال هادي باش تسال لك الدواء شحال هادي باش تسال لك الدواء شحال هادي شري باش تسال لك الدواء شحال هادي باش تسال لك الدواء هادي 8 ايام ايوا وانت جالس هنايا والدواء عطاو لك عشوائيا ما جا لا طبيب لا والو هو فرم ليا ها انتم كتشوفوا ها انتم بشهاده الجميع جا عندكم الطبيب ها هما الناس ها هما حنا كوفيد 19 يعني كورونا ما غاديش تجي المسؤولين انت كتشوفوا حسبنا الله ونعم الوكيل المهم انت جا عندك الطبيب ها انت كتشوف حنا كنجمعوا غير الخبز يعني الخبز راه كيعطيوها لنا خبزه ديال درهم راه حنا كناكلوها حيت ما نقدو ناكلو داك الخبز من البزا وحنا مراضين كوفيد 19 1 سبتمبر 2020 هانتوما هذه رساله كنوجهها للسلطات المحكمه وكنوجهها لجميع المسؤولين ومع احترامي لمدير المستشفى والسلام عليكم شحال دوز اللي حبسه